نصيحه كنا نتعاملوا او واحد استاذه طاحت فيا الله ما تعامل معك الخا جات عندي حيدت تتناقل كاملين جات استاذه اخرى دارت فكان باقي عندي واحد درس سميت اغسي شنو تقول لي قالت لي نقلو ملي جيت نقلو قالت الدرس اخرى قالت لي والله لا نقلت حيدتهم لي عاوتاني وباقي عندي تناقل ملي باقي عندي تناقل دات حادي يعني حدي 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 دخلت اللجنة ما جبرت ما نعملش بتفقت ليها كي بتقاتي حادي يعني بعد مني الله يرحم بابك أوال والخا خرجت علينا الدا والله استدراكية تنادي الخا استدراك إن شاء الله الله أجواء دمتيحة نشوف حراسة مرخوفة كتعامل مع التلامد خصهم يتنجحهم الصراحة حيت بعوامة كورونا شوية كان الدراسة ناقصة ومن ناحية ننصحكم اخوتي ما تشربوش هذيك قرعة د الماء قرعة د الماء كتهبط شوية ما تشربوش قرعة د الماء مع الخلعة مع الخلعة صراحة الطوايط قصدوا ضروري واللجنة اللي السكانر على حساب وجهك شي انا ما حسنتي في حالي شو اللحية لا ما بقشتني شي المهم على حساب وجهك وعلى حساب فعالي ديالك وتعامل مع أستاذ يتعامل معك والله ينجحكم كاملين والسلام عليكم دابا دوينا مادة الفيزياء فيزيك كانت في المتناول فيزيك كانت متناول عمرنا الورقه حق ميكانيك صعيبه شوي ميكانيك صعيبه شوي انا سيون سبيسياس هذا بيسيون اس في تي فهمت انت من السهل وداك انت صعيب فيزيك المهم داكشي في متناول ان شاء الله 8 دورات حتى نعيش الصدقه ننجحوا ان شاء الله وينجح جميع المسلمين والله يوقف معنا يا رب اجواء الخاوة دازت سعيدة وايدة الصراحة فهمتي يعني كاين اللي جاتو الحراسة مخوفة كاين اللي جاتو اما سكانر خاوة مزير سكانر كيطلع بنادم واحد خانا داولو فونيسة بقسم ديالنا او اللوري والحمد لله ما دازوش عنا حنا كاين اللي نقد جهة ديالنا وكلشي لا الحراسة الاساسي كاين اللي كيتعامل كاين اللي ما كيتعاملش دابا واحد الاستاذة تعامل معك يا خرا والو جات حيدت لي التليفون دات لي كلشي اللي كيحاصلو كيناقل يا يقطعو له الورقة ويعطيوها ورقة جديدة يا كيخرجوه فحالو الزيرو الله يمانع هاديك الشيء لا الله ويجي شي مصحح يتعامل معنا والسلام كلشي لا مصحح عندك شي مصحح يخرج هاديك والله راه امتحان اخوة طاح ساهل صراحة إلا كنتي مراجعي شي حاجة والله تتجاوب المهم جاوبت 80 غير تمرين واحد الميكانيك ما جاوبتش على صفاحي أربعة صفاحي والله حتى أربعة صفاحي بالله والله حتى أربعة حنا عندنا الناس أنا كنجاوب داكشي صحيح أصاح ها أربعة لا والله إلا تمرين ما جاوبتش عليه كامل شو هذا لا شبر هذا 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 ما جاوبتش عليه هو هادي وهاد ثلاثة ما جاوبتيش على كل شيء لا جاوبت الأسئلة التمرين وهاد التمرين وهذاك في وحدة وهذا في لا صافي يا أنا ورونت هنا الخاوة أنا ترونت عرفت الطاولة خاوة فيها استدعاء فيها الورق جو الورق التحرير حلق طاقتي كنسيب وكذا قال لي خدام في بيرو حق الله بحال صوت ضبي الأخاوة حق الله العظيم أصاحبي واش كاين شي نجاح ولا لا ان شاء الله ناجحين اخو ان شاء الله ناجح والله عندي احساس الدراري صحابي كاملين غينجح كلشي صراحه دازت الله امتحان في المتناول يعني اللي مراجع واللي خادم راسو راه غيجاوب وما كنظنش يعني النقاط يكونوا تحت هذا صراحه جاوبنا بقاو لي شي اسئله تقريبا ماشي نص امتحان يعني جاوبت شي اسئله فهمتهم شي اسئله صراحه الله الحراسه طاحت فيا صراحه الله مزيره بزاف يعني ما كاينش باق ما يزهق كيف ما كيقولوا والسكانر دازني عندي كي انا صراحه الله ما كاين حتى شي حاجه يعني داخله بباكاج لي فراسي المهم كان مزيون لا زعما كان ساهل شويه كيوت ولكن متناول ولكن واحد لا الحراسه كانت مشدده صاحبي كذابه كذاب المهم كان هذاك المهم التليفون نزلته هذا شفت الحراسه وداك الشيء وما نقلتش ثاني الاخر مره يا ربي تسمح لي يا ربي نجح تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.